الشارع. بدنا نعرف ايش اللي عم يصير. ايه راح تاثر. رايي ما راح يتغير شيء. طبعا لم تحدث احداث. والله ما بعرف رايي ايش لسه. اي طبعا. لا انا متفق معها 100%. اكيد لا. صدى الشارع. صدى صوتكم. سهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج صدى الشارع على هوا راديو روزنا وعبر خدمة البث المباشر على صفحة روزنا الرسمية في فيسبوك. تهجير ومناشدات ومحاولات تغيير ديموغرافي، قتلى وجرحى وقصف واعتقالات، اعتقال واحتجاجات وتظاهرات، توصيفات ومفردات يمكنك أن ترفق مع أي منها، مع كل منها اسم فلسطين أو سوريا. الذي يحصل اليوم في القدس وغزة وحي الشيخ جراح، كيف ينظر بين ما حصل ويحصل في سوريا وفي فلسطين؟ ما الذي تبدل في نظرة السوريين ووعيهم اتجاه القضية الفلسطينية بعد 2011؟ مع زخم الإلكتروني وبدرجة أقل الإعلامي المرافق لأحداث القدس الأخيرة، هل وصلت الصورة كاملة للسوري للعربي؟ ماذا عن حملات المناصرة الإلكترونية عبر الهاشتاج والبث المباشر المتواصل عبر منصة التلجرام على وجه الخصوص؟ جدواه وتأثيره وكيف يبنى عليه ويقيم، كل هذا سنناقشه بحلقة اليوم من برنامج صدى. وأيضا سنعرض رسائل من سوريين في ريف حلب وفي مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة إلى أهالي حي الشيخ جراح. بانتظار اتصالاتكم، لا تترددوا أبدا بالمشاركة. وجهنا عبر صفحة روزنا في فيسبوك بالترويج السابق للحلقة، فيما إذا كان لديك رسالة تود بأن يسمعها أهالي حي الشيخ جراح، ماذا تقول لهم؟ لا تترددوا أبدا بالاتصال أو على التعليقات في البث صفحة فيسبوك. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفنا لحلقة اليوم، الصحفي الفلسطيني نصرة ينضم لمدينة غزة، وأيضاً السوري الفلسطيني عبد الخطيب، وستنضم لنا لاحقاً صانعة المحتوى السورية أليسار الفلاح. إذن قبل أن نبدأ النقاش، اسمحوا لي بأن أعرض رسائل من سوريين مقيمين في ريف حلب وأيضا في القامشلي. سألناهم لو وجهت رسالة لأهالي حي الشيخ جراح في القدس، ما الذي تقول لهم في حال استمعوا لرسالتك؟ رسائل بعض من السوريين ومن وحاولوا يقاوموا بكافة أساليب المقاومة اللي بيقدروا عليها وما يطلعوا من بيوتها، لأنه إذا طلعوا كثير احتمال كبير إنه ما والله يقولوا أنه نتركوا الجامعة العربية بالأول، لأنه الجامعة هي العربية اللي خربت بيتهم. بعدين يعني اصبروا وصابروا، خليه يصبروا ويقاوموا ويدافعوا عن الأرض وهذا اللي بيطلع بإيدهم. يعني نحن قلبنا معهم وبتمنى يكون كمان هني قلبهم معنا في الصمود، وإن شاء الله بإذن الله نقدر نرجع أرضنا وأرضهم. أبطال وأخويا وسيبقوا في أرضهم، لن يتركوا أرضهم حتى لو استشهد جميع من في القدس، لن يتركوا أرضهم وسيبقوا صامدين وإلى أن يرجعها الله عليهم. صامد ورح تضلوا صامدين ومناضلين أمام الاستعمار والاحتلال والاغتصاب اللي عم يصير. أحييكم على صمودكم وأحيي الشعب الفلسطيني وأحيي الشعب السوري، لأن جرحنا واحد وصمودنا واحد. نتضامن مع شعب وأهالي القدس وخصوصا حي الجراح،
ونتمنى أن يعودوا إلى بيتهم سالمين وأن نرفع الظلم عنهم، كما نتمنى أن يرفع الظلم عن سوريا والشعب سوريا وكل من تعرضوا للتهجير من أرضهم. نحن قلبنا معكم وإن شاء الله بتضلوا صامدين والله ينصرنا على العدو نحن وأنتم. الله يقويهم ويصبروا، وهذا الشيء مثل ما صار عندنا عم بيصير عنا، ومثل ما صار عنا برجع بيصير عندنا، والسلسلة عم تتكرر نفسها. إنه يقفوا ضد الظلم وضد الاحتلال ويقفوا يعني متكاتفين إيد واحدة وقلب واحد، ونحن أكيد معهم ضد هالظلم وهالشيء اللي بيصير على رأسهم. كل علمتونا الصمود والمقاومة، شعب سوريا واقف معاكم ووجه لكم رسالة، ابقوا ثابتين، اخوانكم معكم، لكم كل التحية. نحن شعب واحد ومحتلنا تقريبا واحد يعني كبيرة، ونعلن تضامننا معهم. حسب اطلاعك ومشاهدتك إلى أين تتجه الأمور؟ أستاذ أدهم تسمعني؟ إذا كنت تسمعني وال يعني غالبا هذه الكبسة الزر لفتح الصوت من عندك لو سمحت. إذن يبدو ما عم يسمعنا الأستاذ أدهم. أنتقل لعبد الله الخطيب. عبد الله أهلا وسهلا فيك مجددا. لو بدأت معك بجزئية التضامن السوري على وجه الخصوص، يعني هو تجاوز الحالة السورية، التضامن السوري مع عائلات حي الشيخ جراح والفلسطينيين بالقدس وغزة، برأيك اليوم ما الذي تغير بوجهة نظر وتعاطي ووعي السوريين تجاه القضية الفلسطينية وما يحصل في فلسطين بعد 2011؟ عبد الله تسمعني؟ يبدو بأنه الصوت ما هو واصل من ضيوفنا عبد الله الخطيب وأيضا أدهم المناصرة، ريثما نعمل على الاتصال بهم مجددا راح أستعرض بعض التعليقات الواردة على المنشور اللي نشرناه. لو شافوا رسالتك أهالي حي الشيخ جراح بالقدس شو تخبرهم؟ كان في عدد من الرسائل حقيقة، وعرضنا جزء من رسائل سوريين متواجدين حاليا داخل سوريا في ريف حلب وأيضا في مدينة القامشلي، عبروا عن تضامنهم بالغالب مع أهالي حي الشيخ جراح واستحضروا هذه المشتركات بالمأساة بين ما يحصل في فلسطين وما يحصل وحصل في سوريا. مرحل علي كتبت: اللهم نستودعك المسجد الأقصى وأهله، اللهم انصرهم نصرا عزيزا وثبت أقدامهم ورد كيد عدوهم. محمد جملو كتب: بس بالكذب، نحن شعب بس بالبهورة، وقت الجد ما بتلاقي حدا. أبو يعقوب يوسف الزعبي كتب: ربنا معكم وينصركم. أسيل الدبيسي كتب: لكم
الله لا تترجوه من العرب شيء، فهم في سبات عميق، لكم الله حسبنا الله ونعم الوكيل. محمد فارس كتب الله ينصركم، وما أخذ بالقوة يرد بالقوة. نور مشهدي كتبت الله يحميهم وينصرهم، قلوبنا ودعاءنا معهم. أبو حسين كتب اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. أبو أيمن محمد النجار كتب قلوبنا معكم وأرواحنا فداؤكم. يبدو بأنه الصوت عند أدهم مناصرة وعبدالله الخطيب غير مسموع، عم يكتبوا لي بأنه هم بحاجة لمعرفة الجديد. في معنى اتصال لو سمحتم ناخذه عقبة، معنى حسين وغيث، ريثما نعمل على الاتصال مجددا بعبد الله الخطيب وأدهم المناصرة. ناخذ حسين. حسين أهلا وسهلا فيك على هوا راديو روزنا، رأيك بموضوع حلقة اليوم من صدى الشارع، وبرأيك هل من مشتركات بين ما يحدث في فلسطين وسوريا؟ ولو حاب توجه أي كلمة تفضل. يسعد مساك أخ محمد، ومسا ضيوفك الأعزاء، ومسا كل المستمعين. الله يحييكم مع القدس ومع الأطفال. أنا يعني الحركة الإنباح اللي صارت في غزة، أنا برأيي بوجه لأخوتنا الفلسطينيين تخلي الموضوع في القدس بس، لأنه هلأ يعني في غزة عم يضربوا صواريخ ما إلى نتيجة، هي لا مقاومة، ليش ما قبل هالأحداث يعني ما يلفتوا الموضوع؟ هلأ فينا نحكي مع سويدي قال له انه هيك مثلا، لما تصير في صواريخ وفي ضرب لك يكون هيك، يعني هاي يعني خدمه للايرانيين حتى ما تكون خدمه للفلسطينيين. انا هذه برايي للانظمه الدكتاتوريه اللي عم تركب على القضيه الفلسطينيه وبتروج لحالها مقاومه وممانعه. اذا انت فلسطيني عنها القدس. حسين أنت تتفق مع رأي، يعني شاهدنا بأنه موجود على الأقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة استمرار الحراك السلمي اللي موجود بالقدس والمناصرة اللي جرت للعائلات المهددة بالإجلاء القسري أو التهجير من الشيخ جراح؟ أكيد هذا شيء 100% هذا يعني ظل موضوع سلمي. أما إذا يصير موضوع سلاح وصواريخ والأساس هي صواريخ، يعني مع احترامي لألهم ما عم بتساوي شيء، واللي عم بيأمر اللي عم بضرب هالصواريخ سواء إيراني أو هن يحركوا جبهات تانية لنشوف إذا هن صدقا مع المقاومة الفلسطينية ما بدعوا أو لا. بس أنا يعني كأخوتنا الفلسطينيين كلهم على عيني وراسي أنه يضلوا في موضوع القدس وبالحراك السلمي 100%، ونحن قلبا وقالبا طيب. معهم. وضحت وجهة النظر حسين، أشكرك جزيل الشكر على اتصالك ومشاركتك معنا. أذكر بأنه باب المشاركة مفتوح للجميع. ناخذ اتصال آخر من غيث، ونعمل على الاتصال مجددا بعبد الله الخطيب وأدهم مناصرة. غيث أهلا وسهلا فيك على هوا راديو روزنا، رأيك بموضوع حلقة اليوم، هل تود قول شيء ما ل أهالي حي الشيخ جراح وعائلات مهددة بالإجلاء القسري من منازلها تقريبا 500 فلسطيني؟ أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد، أهلا وسهلا أسلم عليك على كل أخواتنا الفلسطينيين، وحب أقول لهم أنه لحنا معكم نفسهم وصول، لحنا قلبنا وقلبكم واحد، دمنا دمكم واحد. ولكن هذا الشيء اللي عم يصير في فلسطين للأسف في مؤسف جدا، لما بشوف الطالع بتموت وهيك، ورغم كل شيء ورغم كل شيء هم عم بيجمع الفلسطيني بالأسلحة وبالنار وبالقنابل وبالصواريخ، والفلسطيني بس عم بيجمع بالقنبلة، ما يعني عم بيجمع عليه بالحجر ما بيحسب. نحن أقوى منهم بس لازم نتوحد حتى نهزمهم، حتى أي وحدة لحالها ما بتصير، لازم نكون كلنا أي وحدة يتوحد ونقف فلسطين بإذن الله، لأني حاول صلنا فوق 70 سنة يعني قتل وضرب وسلب وقطف أطفال وهالشيء، يعني نشوف شباب عم بيضربوا قدام عيني. طيب
وضحت وجهة نظرك. أشكرك جزيل الشكر غيث، كنت معنا باتصال هاتفي من تركيا. أذكر بأنه باب المشاركة مفتوح للجميع عبر الاتصال. سنعود الاتصال بالدقائق القادمة مع الصحفي الفلسطيني أدهم مناصرة، أيضا الناشط السوري الفلسطيني عبد الله الخطيب. اتصلوا على الأرقام من داخل تركيا 0850477765 عبر الموبايل، أيضا على الرقم 0995-0888. أبو حجاز الشامي كتب: يا أخي ما بدنا حكي، بدنا فعل. أبو حجاز يعني كيف ترى طريقة الفعل الأمثل؟ يحيى عبيد أوجه له تحية كتب: قلوبنا معكم. مروان عبد الله كتب: رغم كل شيء صار بفلسطين أو اللي صار بسوريا، العروبة ماتت مع الأسف. أيضا هناك تعليق من هناك اتصال آخر عبر الواتساب من صديق البرنامج الذي نفتقد سماع صوته، سعيد بسماع صوته اليوم، شورش فان. أهلا وسهلا فيك على هوا راديو روزنا وببرنامج صدى الشارع. رأيك بموضوع النقاش اليوم، وأتوقع بأنه عندك الشيء الكثير، تفضل. الله مساك أستاذ محمد، قبلة على جبين ضيوفك اللي بعدها ما توصلت معهم لحد الآن، الأخوة الفلسطينيين. مساء الأنوار، تفضل. بداية أستاذ محمد، ربنا بالقرآن الكريم بيقول بالقرآن: كتب عليكم الصيام. هذه الآية مهمة لكل المسلمين، بينما يقول الله ذات الآية في القرآن الكريم ويقول أيضا كتب عليكم القتال، وهاتين الآيتين شرف عظيم للمقدسيين ولأهل غزة ولأهل فلسطين ولأهل سوريا ولكل مكان فيه ظلم. طبعا هلا بدنا اليوم نحكي بأحداث الشيخ جراح. يعني بالدرجة الأولى في لعبة سياسية في الموضوع، تقدم بنيامين نتنياهو ذاته رئيس الحكومة الإسرائيلية في هذا الوقت لأنه بده يثبت نفسه في منصبه، لأنه مؤخرا فشل في تشكيل الحكومة، وبيعرف كثير منيح أنه خروجه من منصبه يعني دخوله إلى المحاكم بتهم الفساد. لذلك بده يقدم نفسه أنه هو الرجل الأقوى ضمن الكيان الصهيوني المحتل الغاصب القادر على ضبط الأوضاع، وخصوصا أنه يتعاطى مع طموحات المستوطنين في شرق القدس. عم نحكينا هون على قرية الشيخ جراح سابقا يلي هو صار حي لاحقا. يعني في أسئلة كثيرة تطرح نفسها، أنه طيب الجامعة العربية باجتماع المرتقب شو بدها تقدم للسيين؟ أهداف مسار التطبيع اليوم في دول عربية طبعت مع عودة للقرار 242 اللي بنص صراحة على انسحاب الصهاينة إلى حدود ما قبل 1967. اليوم التطبيع بحد ذاته جريمة، فالأحداث اللي عم بتصير رح تأثر على التطبيع يا ترى بالمعنى الشعبي أو بالمصطلح البسيط، انه بدها تضرب النخوه براس الحكام العرب ويتراجعوا عن التطبيع ويتراجعوا عن هيدي الخطوه. طبعا المواجهات عم تكبر اليوم الصبح، انا عم تابع شورشفان لو سمحت، يعني لو استغل وجودك معنا اليوم بالذهنيه العامه، يعني بالوعي الجمعي للسوريين اتجاه ما يحصل في فلسطين، في القدس، في غزه، هل طرأ تغيرات بعد 2011؟ هل في غشاوة كانت حسب البعض وأزيلت؟ هل صار في مقاربة للأمور بنظرة أخرى لأنه صار في وجع مشترك وفي معاينة ومعايشة لهذه النسبة واسعة من السوريين؟ بالنسبة للسوريين محمد، يعني ما قبل 2011 كان التعاطي مع القضية الفلسطينية وتقديم دعم للقضية الفلسطينية على مستوى الشعبي يختلف تماما عن ما بعد 2011. كانت تطلع مسيرات أو مظاهرات منددة وشجعة الألم صار واحد، النظرة اختلفت بالنسبة حتى للقضية الفلسطينية، لأن السوريين بشكل عام أصبحوا يمتلكون الوعي تجاه القضية الفلسطينية. اليوم أنا إحدى النقاط اللي بدي أشير عليها
خلينا نفترض انه اليوم صار في عنا انتفاضه ثالثه. طيب اليوم الدعم الايراني للاخوه في غزه هو يعني مشكله جدا عظيمه، لدرجه انه حتى السوريين او شريحه واسعه من السوريين بداوا بتخوين فصائل غزه، وهذا الشيء غلط. وانما الوجود الايراني او الدعم الايراني اللي قتل، يعني ترى اليوم الايراني عم يقتل السوريين في مكان ويدعم الفلسطينيين في مكان، المعادله ما بيتقبلوها السوريين نهائيا. طيب وضحت وجهة النظر، أشكرك جزيل الشكر شورج فان على اتصالك ومشاركتك وإضاءتك على عدد من النقاط بوجهة نظرك ورأيك، بانتظار اتصالك دوما معنا، وأتمنى لك يوم سعيد. يبدو بأنه الاتصال أصبح جاهز الآن مع الصحفي الفلسطيني أدهم مناصرة والناشط الفلسطيني السوري عبد الله الخطيب. أرحب بكما مجددا. أستاذ أدهم، بشكل سريع لو سمحت حتى يطلع المستمع والمشاهد من غير الفلسطينيين، ما آخر التطورات في القدس وفي غزة، وحسب ما ترى وتطلع على سير الأحداث إلى أين تتجه الأمور؟ واضح أن التوتر والتصعيد العام هو العنوان الذي يسيطر على المشهد الفلسطيني عموما، سواء في القدس في الضفة الغربية في قطاع غزة أو في داخل الخط الأخضر أو حتى لدى الفلسطينيين الموجودين في الشتات وفي مختلف المواقع وقريبون وجدانيا مما يجري في الأرض الفلسطينية، كما هو حال الكثير من العرب الذين هم قريبون وجدانيا فيما يخص الأحداث. التطورات على صعيد قطاع غزة كان صراحة تطورات كثيرة تقدم قضية لأنه في قطاع صفوف فلسطين وصبات التي أطلقت من قطاع غزة، هناك عدد كبير من الجهد في القطاع نتيجة القصف الإسرائيلي. هو المشهد ربما منذ ساعة خمسة من مساء أمس حتى اليوم. أستاذ أدهم، أستاذ أدهم اعذرني مضطر بأنه أقاطعك، لكن يبدو بأنه الصوت يتقطع من المصدر من عند حضرتك. لا يبدو بأنه المشكلة لا زالت، عفوا لا راح نحاول ناخذك اتصال هاتفي لو كان في مشكلة. برنامج صدى الشارع، أهلا فيك، أهلا وسهلا فيك عبد الله. عبد الله، لو بدأت معك بالنقطة اللي كنت سألتك عليها قبل يعني ما نفقد الصوت عن ما يجري الآن في القدس وفي غزة، ونفس السؤال حتى طرحته على شورج فان، شو اللي تغير بعد 2011 من ناحية الوعي الجمعي والنظرة والتعامل والعلاقة حتى مع القضية الفلسطينية؟ قبل 2011 كان في عندنا طبعا شعور وجداني عالي اتجاه اللي عم بيصير بفلسطين. الخطاب العام لما يخص سوريا اليوم الناس تتحرك من وعي ذاتي بعيدا عن سيطرة النظام على خطاب اتجاه اللي عم بيصير في فلسطين. كمان في مشكلة الصوت. احنا سمعانينك تمام عبد الله. اوكي. فاليوم الناس عم تتحرك مثلا بإدلب بالقامشلة بمناطق اللي طلعت فيها مظاهرات تضامنا مع الشيخ جراح ومع القدس ومع غزة، هي نابعة من وعي وجداني سوري محض وما له علاقة أبدا باستخدام السياسي السابق اللي كان عم بيعمله النظام السوري ما يخص الملف الفلسطيني. وبعد هذا أكبر الثاني، السوريين اليوم السوريين والفلسطينيين ظلم النظام السوري، عانينا من تشريط، عانينا من قصف، عانينا من قرارات
الدين الاسرائيلي. فاليوم نحن لما بنحكي انه الشيخ جراح اللي عم بيصير بالشيخ جراح بيعنينا بشكل مباشر، مو بس انه كفلسطينيين وكانه لانه هي معركه عادله، ولكن لانه ندرك تماما معنى يتم تهجير الشخص من ارضه، وفكره انه نحن تم انتزاعنا من جذورنا. يعني انا كفلسطيني من مخيم اليرموك تم تهجيري بال 2018 من المخيم بعمليه تهجير قصري ارتكبها النظام السوري، ويمثل مخيم اليرموك للفلسطينيين هو عاصمه للشتات، فهو جوهري بقضيه حق العوده تماما مثل ما الشيخ جراح جوهري بقضيه القدس اليوم وبقضيه الدوله الفلسطينيه والعاصمه. يبدو تقريبا استمعنا ل تهجرنا تمام، الفلسطينيين تهجروا الى خارج فلسطين الى جميع دول العالم، ونحن السوريين كمان تهجرنا الى خارج سوريا، وصار هدم وصار تهجير وصار قصف وصار خربان لكل هالبيوت، وتقريبا نصف الشعب السوري صار مهجر بالدول القريبه من سوريا، وفي منهم هاجروا اجباري كمان الى الدول الاجنبيه. نحن انهدمت بيوتنا وهن انهدمت بيوتهم، نحن عندنا معتقلين وهم من عندهم معتقلين، والشيء الأساسي بيناتنا مشترك إنه العدو واحد. طبعاً اللي يصير بالقدس واللي يصير بسوريا هو نفس الشيء، تهجير تهجير، يعني طرد الشعب من أرضه. فلسطين إسرائيل اللي عم تهجره، سوريا إحنا كل دول العالم اجتمعت على الشعب السوري. ونفس المعاناة بالتهجير والقصف وعدم الأمان وعدم الاستقرار. التهجير القصري، طان الاستعمار،